لا تنسى الضغط بالإعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. مرحبا بالجميع. ببغاء الصنكنيور، سبب التسميع قدرته على الكلام، تفريخه وإنتاجه، مميزاته وعيوبه، ما هو سن بلوغه، وكم ينتج في السنة الواحدة، وما هو سعر هذا الببغاء، وما الفرق بين الذكر والأنثى؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في هذا الفيديو، فتابعونا ولا تنسوا دعم القناة لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تعالى. أما عن سبب التسمية، فيتميز هذا الببغاء بزيله المخروطي، فكلمة الكنيور والتي تعني باللغة الإنجليزية المخروط، وذلك بسبب زيله المخروطي. أما عن بلوغ هذا الببغاء فإنه يبلغ عند عمر سنتين إلى سنتين ونصف. ولكن هل ببغاء الصنكنيور يستطيع أن يتكلم؟ بالطبع نعم، يستطيع ببغاء الصنكنيور ترديد بعض الكلام، بل إنه يكون أفضل من الدرة الهندي. ومن عيوب هذا الببغاء أنه يتميز بصوته العالي المرتفع الصاخب المزعج، فصوته مزعج ومرتفع لدرجة كبيرة جدا. أما عن التفرقة بين الذكر والأنثى، فيصعب التمييز بين الذكر وبين الأنثى، ويحتاج الأمر إلى تحليل الحمض النووي. وبعض الأشخاص يعتمد على ثلاثة أمور للتفرقة بين الذكر والأنثى. أولا، حدقة العين بالنسبة للذكر تكون أوسع من الأنثى. أما عن الصفة الثانية التي تميز بين الذكر والأنثى فهي الألوان، فلون الذكر يكون أزهى ويكون أجمل من لون الأنثى. أما عن التفرقة الثالثة والعلامة الثالثة للتفرقة بين الذكر والأنثى فهي عظام الحوض، فعظام الحوض بالنسبة للأنثى تكون أوسع وبالنسبة للذكر تكون أضيق. هذه علامات تقديرية ليس إلا. وبعض الناس يقولون بأن حدقة العين أو قزاحية العين تكون عند الأنثى باللون الأحمر وعند الذكر باللون الأسود. كل هذه العلامات هي علامات تقديرية ليس إلا. نحن نريد أن نقطع الشك باليقين، فيجب عليك أخي الكريم لكي تفرق بين الذكر والأنثى أن تجري تحليل DNA الحمض النووي. وعليك إذا ما أردت أن تشتري هذا الطائرة أن تكون قد تأكدت من تحديد نوعه، حتى لا تخسر كثيرا وحتى لا تعرض نفسك للتعب والوساوس. أما عن طفرات هذا الببغاء فإنها تتنوع وتتميز، وقد تصل إلى 18 طفرة، فمنها صغيرة الحجم ومنها كبيرة الحجم. وصغيرة الحجم قد تتراوح من 21 سنتي إلى 23 سنتي، وأما عن عمرها الافتراضي فيصل إلى 15 سنة. أما عن الأنواع الكبيرة والتي قد يصل طولها إلى 42 إلى 45 سنتيمترا، وأما عن عمرها فقد تصل إلى 35 سنة. ويتميز هذا الببغاء بطفراته الكثيرة، وتتميز بوجود دائرة بيضاء حول عينيه. أما عن أنواعه فأرخص الأنواع وأقلها هو النوع الغامق، وهو الشيك جرين كونيور، ورأسه سوداء ومنقاره أسود وجناحه أخضر، وهو أقل الأنواع، وصدره نجده غامقا. وأما عن النوع الأشهر فإنه ببغاء الشمس صنكنيور، وهذا النوع يكون لونه أصفر على أحمر، وهو النوع الأكثر شهرة في مصر.
أما عن طريقة التزاوج بين الذكر والأنثى، فإن الذكر لا يعتلي الأنثى، إنما يقوم بتلقيحها من الجنب. أما عن موسم تكاثر هذا البغبغاء، فإنه يبدأ من شهر 1 إلى شهر 6. هذا هو الأمر الطبيعي. قد يبيض هذا البغبغاء قبل ذلك، هذا أيضا أمر وارد جدا. أما عن إنتاج بغبغاء الكونيور في السنة، فإنه ينتج في السنة من 4 إلى 6 مرات في حالة التأكيل اليدوي، في حالة ما إذا تم فصل أولاده عنه ليتم تأكيلهم تأكيلا يدويا. أما في حالة حضانة الأم، يعني في حالة أن الأبوين قاموا بتأكيل الأولاد والفروخ، فإنه يبيض من 3 إلى 4 مرات، يعني إنتاجه إنتاج يعني كبير ومرتفع، بخلاف الذرة الهندية التي تنتج في السنة 2 مرات. أما عن عدد البيض، فإن الأنثى تضع من 3 إلى 5، وقد تزيد عن ذلك، يعني ممكن من 3 إلى 6 بيضات في كل مرة، يعني هذا إنتاج مرتفع. أما عن مدة الرقاد على البيض وحضانة البيض، فإنها تتراوح من 21 إلى 27 بسبب اختلاف درجات الحرارة. أما عن مدة فطام الفروخ، فإنها تتراوح من 2 شهر. يستطيع الفرخ أن يخرج من العش ويستطيع أن يعتمد على نفسه. أما عن تغذية هذا الببغاء، فإنه يأكل مثل باقي الببغاوات، يأكل الحبوب مثل الفلارس والبلكم. أما عن أسعار هذا الببغاء، فإن هذا الببغاء يختلف باختلاف وقت التداول، ويختلف باختلاف نوعه وطفرته، فيبدأ من 2000 إلى 9000، وقد يصل أعلى من ذلك بحسب درجة اللون وبحسب الطفرة. أما عن عمره الافتراضي، فإن هذا الببغاء أعلى معدل وصل إليه هو 35 سنة، هذا مع تقديم الرعاية وتقديم الطعام المناسب له. يجب عليك أن تشتري هذا الببغاء من مصدر موثوق، ويجب عليك أن تتأكد من تحديد جنس هذا الطائر، لأن التمييز بين الذكر والأنثى في هذا الببغاء من أصعب الأمور، فيجب عليك أن تتأكد من أن الطائر محدد الجنس، أو تشتري الطائر من مصدر موثوق. ويجب عليك أيضا أن تنظر إلى أظافر الطائر، فيجب أن تكون الأظافر مكتملة، لأن الأظافر لها دور إيجابي في عملية التزاوج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الضغط والإعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.